بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الفلاحة، أخواتي الفلاحات، معكم عبد العزيز بسو، مستشار فلاحي بالمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لجهة بني ملال الخنيفرة. اليوم سيكون موضوعنا بحول الله حول موضوع آني، ألا وهو الجيل الثاني من حشرة تونيا أو فراشة الزيتون. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، تعتبر هذه الحشرة ذات الأجيال الثلاث من أهم الحشرات التي تلحق أضراراً بالغة بأشجار الزيتون، وخاصة الجيلين الأولين الخاصين بالأزهار والثمار. فأخي الفلاح، هذه الإناث البالغة وتنحدر من إناث الجيل الأول التي تصيب الزهور. قلت الإناث البالغة تضع بيضها على كؤوس الثمار الصغيرة الجديدة والحديثة، بعدها يفقس البيض فتولد يرقات التي تتغذى على الثمار وتتسبب في سقوطها. أخي الفلاح، هذه الآفة تصيب الثمار وتنقص من جودتها وقيمتها، فتصبح غير صالحة لزيتون المائدة، هذا إن كتب لها أن تصل ولم تتساقط. فأخي الفلاح، أختي الفلاحة، فقد قمنا بهذا التحذير لأننا نشهد حاليا بداية ظهور الجيل الثاني لفراشات الزيتون الذي يصيب الثمار. لهذا ننصح أصحاب الأشجار، أي أشجار الزيتون الذين سبق لهم وأن لاحظوا أضرار الإصابة بهذه الفراشة في مرحلة بداية الإزهار الجيل الأول، والذي يتواجد عندهم الزيتون في طور تضخم الثمار من 0.5 إلى 1 ملم، أن يبادروا فورا بالمعالجة الكيميائية باستعمال مبيد حشري ملائم، وهذا لتفادي السقوط المبكر للثمار. وبالنسبة لباقي الفلاحين، توخي الحذر مطلوب من أجل التدخل في الوقت المناسب، وذلك بالاطلاع على التنبيهات الزراعية الصادرة عن المحطات الجهوية لحماية النباتات. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، إليك بعض الإرشادات للاستعمال الصحيح لمبيدات. أولا، يجب فحص البيانات الملصقة على المبيدات. ثانيا، استعمال المبيدات المرخصة من طرف الجهات المختصة مع احترام المقادير. ثالثا، تجنب رش المبيد أثناء الحرارة المرتفعة أو سقوط الأمطار وكذا عند هبوب الرياح. وأخي الفلاح، إليك بعض المبيدات المرخص لها للاستعمال ضد هذه الآفة. وللمزيد من الاستشارات، الالتحاق بنا بمجموعتنا للواتساب أو تتبع فيديوهاتنا أو الاتصال المباشر بمكاتبنا، أي مكاتب الاستشارة الفلاحية القريبة منك. إلى هنا أخي الفلاح، أستودعكم في رعاية الله وخلف الله شقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.